السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بصحة وخير دايما. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم شوربة لسان العصفور بطريقة سهلة ولذيذة وكمان سريعة، مش هتاخد مننا وقت خالص. أول حاجة هنجيب الطاسة اللي هنحمر فيها لسان العصفور، وهنضيف فيها معلقة من السمنة، عليها معلقتين كبار من الزيت. وطبعا المادة الدهنية تقدري تستخدمي أي نوع انت متعودة عليه، يعني لو عايزة تعمليها بسمنة بلدي بيبقى حلو جدا، عايزة تعملها بزبدة تستكفي بالزبدة بس حلو جدا، عايزة تعمليه بزيت زيتون زي ما قلت لك تقدري تستخدمي اي مادة دهنية انت بتحبي تحضري بيها الاكل. تمام كده، انا زي ما قلت لكم ضفت معلقة كبيرة من السمنة، عليها معلقتين كبار من الزيت، وطبعا كمية المادة الدهنية دي انا هضيف عليها ربع كيلو من لسان العصفور. عايزة اقولك انت لو هتكتري هتعملي كمية ضعف، فبتقدري تزودي المادة الدهنية، هتعملي اقل تقللي المادة الدهنية. تمام، بعد ما ضفت الزيت مع السمنة هستنى لحد ما يسخنه كويس جدا، وبعد كده بضيف لسان العصفور بالشكل ده كده. واول ما بنزل بلسان العصفور بعد كده ببدأ ان انا اهدي النار، خلي النار متوسطة عشان انا عايزة لسان العصفور يتحمر معايا وياخد معايا لون ذهبي، مش عايزة النار تبقى عالية ويتحرق مني بسرعة. تمام، اهم حاجة النار تبقى متوسطة، وكمان ناخد بالنا ونقلبه من وقت للتاني عشان ما يتحرقش مننا. تمام كده، طبعا لسان العصفور من الافضل ان احنا نعمله بشوربة، ما عندكيش شوربة بتستخدمي مية، بس اهم حاجة المية اللي هتضيفيها للسان العصفور تكون مية مغلية عشان ما يعجنش مننا، وتضيفي عليها مكعب ماجي بيبقى حلو جدا جدا، ده لو مش متاح عندك الشوربة. لكن لو موجود عندك اي نوع شوربة، شوربة بط او شوربة فراخ او شوربة لحمة، حتى لو موجود عندك في الفريزر بتطلعيها وبتسخنيها وبعد كده بتحطيها على لسان العصفور بعد ما بتحمر، بيبقى في منتهى الجمال. وعايزة اقولك ان الاكلة دي حلوة جدا وخفيفة، وكمان الأطفال الصغيرين بيحبوها جدا. تمام كده، يبقى احنا هنقلبه من وقت للتاني على نار متوسطة زي ما قلت لكم، وناخد بالنا عشان ما يتحرقش مننا. طبعا انا عايزة درجة اللون تبقى ذهبي غامق معايا شوية، الدرجة دي بتخلي طعم لسان العصفور بعد كده لما بنضيفه في الشوربه بتخلي طعمه حلو جدا جدا. طبعا انت لو عايزه تستكفي بالدرجه اللي ظاهره دي ماشي، كله في الاخر بيرجع لحسب ذوق حضراتكم. اهم حاجه زي ما قلت لكم النار تكون متوسطه، ونقلبه كل شويه عشان ما يبقاش جزء اخد لون والجزء التاني لسه معانا ما اخدش لون. تمام كده، خلاص كده لسان العصفور وصل للدرجة اللي انا عايزاها. دلوقتي هجيب الشوربة بتاعتي، والشوربة هنا عندي كانت قليلة معايا شوية، فهزودها شوية مية وهسيبهم مع بعض لحد ما الشوربة تسخن معايا. وطبعا انا كنت رفعت لسان العصفور من على النار بس الطاسة لسه سخنة، فناخد بالنا عشان ما يتحرقش مننا، برضو بنقلبه عشان ما يلسعش مننا ويتحرق. تمام، بنسيب الشوربه لحد ما الشوربه بتبدا ان هي تسخن معانا. زي ما قلت لكم ما ينفعش نضيف لسان العصفور والشوربه بارده او الميه بارده عشان هيعجن مننا وهيكتل. خلاص الشوربه سخنت معانا، بعد كده هنضيف لسان العصفور، وطبعا هو بيحتاج ملح، لو موجود عندك مرق الدجاج بتضيفي له مرق الدجاج، ما عندكيش بتضيفي له ربع معلقه صغيره من الملح. انا كان موجود عندي مرق الدجاج اللي هي الفورية، بجد بتبقى حلوة جدا جدا وبتخلي طعم لسان العصفور بيبقى جميل، وكمان بيعجب اطفالنا جدا. هضيف له دلوقتي معلقة صغيرة من المرقة وهقلب كده المكونات مع بعضها كويس، وبعد كده هغطي عليه. هو بياخد معايا من 5 دقايق ل7 دقايق على نار متوسطة لحد ما يستوي معايا. اهم حاجة ما نخليش النار عالية قوي عشان الشوربة ما تنشفش مننا. خلاص كده هنسيبه زي ما قلت لكم من 5 دقايق ل7 دقايق.
وده شكل لسان العصفور. عايز اقول لكم طعمه وريحته حلو جدا، جربوه. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكمان ما تنسوش اللايك. مع السلامة.